ممكن تكلمينا اكتر عن المفاهيم المغلوطة عن المشاعر؟ تمام. طيب احنا قلنا في الفيديو اللي قبل ده ان في ان في افكار معينه او معيقات يعني تخليني ممكن تعوقني عن تنظيم مشاعري او التحكم فيها، فبالتالي تبقى هي اللي بتقودني طول الوقت. طيب الحاجات دي يعني اتسمت في الدي بي تي او العلاج الجدلي السلوكي بخرافات المشاعر. يعني ايه خرافه؟ يعني هي حاجه مش حقيقيه، يعني حاجه افكار غلط مغلوطه احنا يا اما تربينا عليها يا اما اكتسبناها بسبب احداث حصلت في حياتنا، فبقى عندي المعتقد ده او الفكره دي، وبالتالي المعتقدات والافكار دي لو انا ما فلترتهاش واشتغلت عليها هتعيقني في تنظيم المشاعر. طيب تعالوا كده انا يعني مجمع لكم اهم الخرافات دي. طبعا في حاجات تانية كل واحد لو قعد مع نفسه وسال نفسه سؤال مهم اللي هو انا ايه افكاري عن المشاعر، وانا ايه اللي انا يعني اتخزن جوايا من افكار عن المشاعر او عن حقيقتها، او انا ازاي بتصرف مع المشاعر بتاعتي. فكل واحد فينا عنده افكاره الخاصه اللي يقدر من خلال وعيه بنفسه ان هو يطلعها، وفي كمان اللي هي الافكار العامه اللي المدرسه طرحتها يعني علشان تسهل علينا هل انا عندي حاجه منهم ولا لا. حاجه زي مثلا ان اللي حواليا لما يعرفوا ان عندي مشاعر سلبيه فده ضعف. دي خرافه طبعا من خرافات المشاعر. كل بني ادم من حقه ان هو يعبر عن مشاعره ومن حقه يبقى عنده مشاعر، مفيش حاجه اسمها ان ده دليل ضعف. طيب ايه تاني؟ ان التعبير عن المشاعر معناه ان انا شخص فاقد للسيطره، انا لو عبرت عن مشاعري يبقى انا كده مش قادر اسيطر على نفسي. ان المشاعر المؤلمه لازم اتجنبها، يعني انا عندي شعور مؤلم يبقى انا لازم اتجنب الشعور ده. ودي للاسف بتقابلني كتير جدا مع الامهات في التربيه، ان لما تلاقي ابنها جاي من المدرسه مثلا زعلان غضبان بيعيط حصل له موقف، فتلاقيها طول الوقت عايزه يعني تغطي على الشعور ده وعايزه تنقله لمرحله ان هو يبقى مبسوط، وده مش صح طبعا. يعني تفضل تفكر معاها مع حلول، طيب انا مثلا هكلم الميس في المدرسه، انا هعمل مش عارفه ايه، في الوقت اللي هو اصلا مشاعره طالعه. فكما لو كانت هي عندها المعتقد ده اللي هو فكره ان المشاعر المؤلمه احنا لازم نتجنبها، لا هو وبتوصل له للاسف المفهوم ده، لا احنا بناكد على شعوره ان انت زعلان، انا حاسه بيك ان انت زعلان، الموقف فعلا يزعل، وبعدين ابتدي بعد شويه لما يهدى افكر معاه في حلول. طيب ايه تاني من الافكار او الخرافات اللي حول المشاعر؟ ان في شعور صح ومناسب للموقف وفي مشاعر تانية، يعني وفي الموقف نفسه ما ينفعش في مشاعر تانية، وده مش مظبوط. يعني مثلا انا في عزاء فلازم ابقى حزين، لا على فكره ممكن يبقى في عزاء ومش حزين، لان الشخص ده مثلا اذاني في حياتي، الشخص ده يعني ما كانتش علاقتي بيه كويسه، فبالتالي بحط على نفسي ان انا بحس بالذنب. يعني في ناس بتجيلنا عندها احساس بالذنب مثلا بفقد حد من ابويها هي ما كانتش بتحبه، بس تقول لك انا زعلانه قوي ان انا مش قادره ازعل عليه. فكما لو كان في شعور صح لازم احس بيه في موقف معين. ايه تاني؟ ان التعبير عن المشاعر بشكل درامي ده بيجيب نتائج كويسه، دي من الافكار برضو السلبيه اللي ممكن تمنعنا عن تنظيم مشاعرنا. ده بيحصل مع الستات شويه اللي بنقول عليهم نكديين، يعني اللي هي شايفه ان انا لو اتعصبت بقى ونكدت وزعلت واتقمصت في الموقف فده هيجيب نتيجه مع جوزي. ده مش طريقه سليمه للتعبير عن الشعور، فاستخدام الدراما ده مش صح، ممكن يكون كان بيجيب نتائج معاها وهي صغيره، فبالتالي اعتمدت النتيجه دي او اعتمدت الطريقه دي في بقيه حياتها، بس للاسف بتسبب لها مشاكل بعد كده في علاقتها الزوجيه. ايه تاني؟ ان من الحريه ان انا اعمل اللي انا حاسه. معلش يا جماعه انا دلوقتي متعصب، لا متعصب عليكم كلكم، انا دلوقتي مبسوط يبقى لازم كلكم تقوموا تغنوا وترقصوا، يعني ده انا حر. فدي طبعا من الافكار الخاطئه اللي بتخلينا او الخرافات بتاعت المشاعر اللي تخلينا مش بنتصرف بالطريقه السليمه اللي مناسبه للاحداث اللي احنا فيها.